السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات تعليم الأردوينو. الحلقة السابقة عملنا الأردوينو كمؤقت زمني، قمنا بتشغيل الـ LED، تشغيل وإيقاف الـ LED لمدة تقريبا 30 ثانية أو لمدة ثانية. اليوم قمنا ببعض التغييرات، سوف نقوم بتشغيل الـ LED عن طريق البوش بوتون. قمنا بتوصيل البوش بوتون أحد الأطراف على بلس على 5 فولت، والطرف الثاني وصلنا على بين رقم 8 في الأردوين. بعدها قمنا بعمل مقاومة من نفس الطرف على الجرام حتى يعمل فقط بلس للأردوين. نحن نحتاج فقط بلس، إذا لم نضع مقاومة راح يعطي، لما نضغط على البوش بوتون راح يستمر لمدة أكثر. والآن سوف نقوم على بتعديل بسيط على الكود. علينا أن نقوم بتعريف البوش بوتون على بين رقم 8، ها نقوم بتعريف variable الذي نستخدمه كبوش بوتون. بعدها نضيف هون هكذا، قمنا بتعريف البوش بوتون على انه انبوت، رقم 8 راح يكون انبوت، رقم 6 راح يكون اوتبوت. الان سوف نقوم بكتابة لما يكون output نكتب أقوم بكتابة digital write، لما يكون input نقوم بكتابة digital read. إذن هنا قمنا بكتابة if button state high، إذا كان رقم 1 digital write LED high، يعني راح يقوم بتشغيل الـ LED لمدة 2 ثانية. بعدها نقوم بكتابة else digital write LED، ما نحتاج الوقت، ما نحتاج مؤقت زمني. نقوم
مقام بغلق الحاضر، كل ما نفتح حاضرة مقام بغلق. ثاني كومبايلر اذا ما في ما لا يوجد ولا خطا، اقوم بتوصيل اردوينو على الكمبيوتر. طبعا الان اي دي يشتغل لانه كان موجود الكود من الاول. الان سوف نقوم بارسال كود جديد. الآن تشاهدون الـ ID توقف. ضغطت على الـ Push button، الـ ID يشتغل لمدة 2 ثانية ثم انتظر. إذا اخترنا مدة زمنية أكثر، مثلا لتكن 4 ثواني، اعتذر. الآن تلاحظون أن الـ LED اشتغل لمدة أطول. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.